يا مساء السعادة على كل متابعين ومشاهدين قناة اتش بي سي. اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ابطال مجلة. لازلنا نترقب جميعا اعلان نتيجة الثانوية العامة، حالة من القلق والخوف في قلوب ولادنا وبناتنا. الطلاب عليكم بالتوجه للدعاء والتقرب لربنا لتهدأ قلوبكم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عايزاكم تهدوا وتطمنوا، عافرنا وتعبنا واجتهدنا وإن شاء الله هتجنوا ثمار تعبكم بإذن الله. في حلقة اليوم هنتكلم عن كل ما يخص الثانوية العامة وأزمة امتحان الأحياء. عشان كده ضيف حلقتنا اليوم هو بطل مادة الأحياء، معانا ومعاكم أستاذ عزة البنا، مدرس أحياء ثانوية عام وأزهري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. طبعا أنا بس عايزة حضرتك الأول تعرف نفسك للمشاهدين والمتابعين. عزة البنا، مدرس مادة الأحياء للثانوية العامة والأزهرية، بكالوريوس في العلوم البيولوجية والتربية من جامعة الأزهر، دبلومة في طرق التخطيط وتطوير المناهج من جامعة كفر الشيخ. 25 سنة. ما شاء الله، يعني ما شاء الله في الأول وما شاء الله على السن الصغير، يعني ربنا يحميك يا رب. طيب احنا عايزة حضرتك تكلمني النهاردة، احنا شفنا كل اللي حصل طبعا وأزمة مادة الأحياء بالأخص واللي حصل فيها مع ولادنا وبناتنا، فعايزة حضرتك تكلمني عن أزمة امتحان الأحياء. ليه حصل أزمة في امتحان الأحياء؟ طيب هو بالنسبة لامتحان الأحياء حصل جدل كبير جدا على امتحان الأحياء. طيب بالنسبة للأسئلة الموضوعة، طيب خلينا الأول ناخد امتحان الأحياء واحدة واحدة. طيب مقارنة بالسنتين اللي فاتوا، لا، الامتحان الأحياء كان جاي كويس والأسئلة كويسة. صحيح. وفي أسئلة كانت إلى حد ما مقبولة، إن هو بتقيس قدرة فهم الطالب. طيب النقطة الثانية اللي حصل عليها جدال أو خلاف، إنك جبت أسئلة هي تقريبا الطالب ما درسهاش في كتاب المدرسه، او خلينا اللي هو قطعا الطالب ما درسهاش في كتاب الايه؟ المدرسه. طيب انا ليه كطالب يعني ان هو تسالني سؤال اجابته هتكون راجعه لنيه او نوايا وضع الامتحان، يعني اللي هو انت دلوقتي اصبح الطالب اللي هو نقول مثلا مستوى متوسط خارج من الامتحان بيقول لك لا الماده تمام، الامتحان سهل، الدنيا هو فعلا ظاهر الامتحان يبان سهل والدنيا كويسه وما فيش اي مشكله. طب الطالب الشاطر، لا الطالب الشاطر عارف ان في كام نقطه في تريكات، لا هو مش ده اللي انا درسته. فانت اصبح الطالب بيترب اللي هو حصل فيه مشكله بالنسبه له، انا براجع ورقه الامتحان السؤال ده ما عداش على او النقطه دي فيها فعلا اختلاف، اجابتين ينفعوا، لا ده الاجابه دي انا درستها والاجابه الثانيه. طيب امتى زاد الشك ده وزاد القلق؟ لما بعد الامتحان اللي هو خرجت بعض التصاريح من الوزاره، لا يا جماعه اجابات بعض الاسئله هتكون واحد واثنين وثلاثه، فاللي هو الطالب فعلا اتاكد ان في مشكله وان حتى الاسئله انت جبتها مش دي اللي انا خدتها طول الايه؟ طول المنهج. يعني على سبيل المثال كان في كام نقطه يعني اللي هتعرض معانا على الشاشه. طيب طبعا اللي خرج اخطاء الامتحان دي طبعا استاذنا الفاضل استاذ حسن محرم خبير ماده الاحياء، مشكورا تطوع يعني اللي هو السؤال والاعتراض والصور حتى من كتاب الايه؟ الوزاره، كتاب يعني الوزارة. المقرر اللي الطالب ايه؟ درسه. طيب كان في سؤال بالنسبه للفقرات، طيب انت الطالب الحاجه اللي هو درسها، احنا ممكن نعرض الاسئله معانا على الشاشه؟ تمام. اوكي فضل. طيب بالنسبه للسؤال المعروض حاليا اللي هو بتاع الفقرات، طيب الطالب الحاجه اللي هو درسها، لا ان هم صفر، يعني انا عندي الفقرات دي او ان هم ملتحمين مع بعض، ما فيش اي فقرات مثلا، كما جبت سيره المفاصل اللي فيا قلت لي ان هي في الجمجمه بس وبعد كده بتحول لعظام بمرور الايه؟ الزمن. طب هل انت جبت سيره الفقرات العجزيه او انت جبت سيرتها في اي نقطه في المنهج؟ لا ما قالهاش. طيب حتى مرفق صور من كتاب المدرسه يعني اللي هو العمود الفقري والمفاصل اللي فيها، يعني الطالب العادي هيختار صفر بالظبط. طيب أصلاً. انت طلعت قلت لا ان الاجابه هتبقى اربعه. طيب قيس على كده برضو. تمام. كان عندنا اسئله ثانيه، في سؤال بتاع اي المواد التاليه تتواجد بصوره دائمه في التشابك العصبي العضلي؟ طيب هو المطلوب في السؤال المواد الموجوده في التشابك العصبي العضلي، وفي الحاله ده بتكون اجابتين صح، هو الف وباء. طيب ده الطالب اللي هو مذاكر او الطالب اللي هو فاهم، لا هو هيحتار بين الف وباء، انت ما كنتش دقيق وانت بتدي للطالب الاجابه او انت بتساله عن السؤال اللي انت محتاجه. طيب اصبح برضو عندي في السؤال اللي هو 44 كده سؤالين شتتنا الطالب بيهم، انت شتتت الطالب وبناء على اللي هو درسه هيجاوب طبعا اجابه خطا. طيب فبالتالي انت ضيعت درجات على الطالب. طيب انا طول السنه بذاكر وفي مجهود وفي ان انا خلاص في منهج وفي مقرر معين ان انا ملتزم بيه وبحاول اكون ملم بفنياته. لا احنا بص يا مستر، احنا متعودين دايما ان بيجي تركات في الامتحان من طبعا. حتى من ايام الثانويه العامه القديمه بتاعتنا، فاحنا بيجي تركات بس من داخل كتاب الوزاره، لكن حاجه مش موجوده في كتاب الوزاره وملهاش وجود وجاي تحاسبني عليها. طيب عايز تجيب الامتحان صعب يا ريت،
تمام، انت بتقيس طالب او بتاهل طالب ان هو داخل كليه كبيره او كليه علميه. انا عايزه بس حضرتك تعلق لينا كمان على السؤال ده. تمام. بالنسبه للصوره دي، طيب دي الرسومات اللي جت في الامتحان او اللي جت بالنسبه للطلبه. طيب بنفس المنظر والشكل ده، طيب الصور مش موضحه اي حاجه بالنسبه للطالب، ده هيعمل التباس على الطالب اثناء ما هو بيحل الامتحان، ده هيسبب له قلق وتوتر اكتر، يعني الصور غير واضحه، مش موضحه برضو، حتى جاي ابيض واسود، فاللي هو حتى مش الوان، بعض التفاصيل مش ظاهره. الالوان بتفرق طبعا في الاجابه بالظبط، فيعني التفاصيل مش واضحه، الحاجه مثلا ان انت محتاج بتسالني عنها، صعب ان انا اخرجها من الرسمه دي، فاحنا ليه بنعمل في الطالب كده؟ صحيح. يعني مثلا عايز اجيب له رسمه او اتنين، تمام، فانت بتحدد مصير طالب، فانت صحيح. بالتالي انت كده بتعجزني بالظبط، يعني اللي هو طب خلينا كمان معانا تمام. السؤال ده تاني. طيب بالنسبه للسؤال ده، احنا يا جماعه كل الاسئله اللي بنمر عليها دي كده نسقط درجتين من كل سؤال فيهم راحوا من ولادنا. تمام. بالنسبه للسؤال ده، طيب الرسمه اللي قدامنا دي جاي فيها ثلاث مواقع، طيب الطالب درس كان في كم موقع؟ اتنين، موقع البتدايل والامين اصايل. طيب انت جايب لي فيها ثلاث مواقع، للوهله الاولى او اللحظه الاولى انا كطالب مذاكر، انا هبدا احس ان في مشكله، في حاجه غلط بالظبط، يا في اللي انا درسته يا اما في الامتحان خلينا نفسه. خلينا برضو ننبه على نقطه ان مده الامتحان 3 ساعات، فاللي هو الامتحان 3 ساعات وكم سؤال؟ هم 46 سؤال، يعني 3 دقائق تقريبا. 3 دقائق. فانت المفروض ان السؤال هياخد معايا 3 دقائق، لما انا يحصل لي مشكله في سؤال زي ده، بالنسبه برضو ان احنا هنضيفه من الاسئله اللي فاتت، طب لا ده في مشكله، مش ده اللي انا درسته، طب هو مثلا الرسمه فيها حاجه غلط، ولا هو مثلا قصده على حاجه تانية، فاصبح الطالب وهو اصلا معهوش وقت حتى ان هو يقعد يفكر بالظبط، يعني وياخد اكتر من 3 دقائق. احنا حتى النقطه دي مش مراعيين الطالب في الضغط اللي عليه. صحيح. وبالنسبه للماده العلميه، ان هو عشان يوصل لاي اجابه في اي سؤال هو محتاج خطوات حل علميه عشان يوصل لافضل طريقه او افضل اجابه، ان هو محتاج ايه يختارها في الامتحان. طيب انت كده ضيعت على الطالب حاجه مهمه زي دي، افقدت تركيزه. انا صحيح. اصلا طالب داخل متوتر على عيب ماده بتحدد مستقبلي، بتحدد مصيري، اول ما هشوف ده انا كده هتحصل لي ازمه ثقه وانا في اللي الامتحان هو اصلا. انا بقرا سؤال، عايزين معلش على دي كمان، اتفضل على الصوره دي. تمام. طيب السؤال ده احنا قلنا السؤال اللي هو 39، السؤال رقم 44. طيب قال لك رسمه الحاله سين دي، الرسمه اصلا فيها خطا علمي، لان لو كان التلف في قاعده نيتروجينيه في نيوكليوتيدا واحده هيتم اصلاحها بسيط، انزيمات الايه الربط. طيب هنا انت قلت ان هو بروتين غير طبيعي، يعني اصلا الخطا في الاثنين. طيب احنا عارفين طبعا طبقا للمنهج ان انزيمات الربط مش هتقدر تصلح خطا لو المكانين حصل فيهم تلف، طيب يبقى اصبح الرسمه لا تطابق السؤال خالص. فبالتالي طبعا انا كطالب فاهم وعارف ومراجع معلوماتي كويس جدا بالظبط اصلا، فانت ليه تحطني في مأزق زي ده؟ يعني انت صحيح. وبناء على ايه انا هقدر اجاوب؟ يعني انا مثلا هجاوب على اللي انا درسته، ولا بناء على نوايا حضرتك اللي انت واضع الامتحان؟ فده سبب مشكله لايه للطالب. طيب زائد النواتج التعلم، المفروض احنا قلنا بنقيس قدرات الفهم بالنسبه للطالب. طيب فانت المفروض قلت لي ان ورقه الامتحان هتيجي بمواصفات معينه، الفصول مثلا مقرره عليا، هتتوزع اسئله معينه برضو. تمام، مفيش مشكله، يعني على الاقل هتسالني في ناتج تعلم واحد فهيكون سؤال واحد كفايه. طيب في مثلا نواتج تعلم، يعني مثلا نص صفحه في الكتاب بيسال فيها مثلا 3 اسئله، يعني عندنا مثلا 3 اسئله على نفس ناتج التعلم، السؤال رقم 23 و24 و25 عن نص صفحه موجوده في كتاب المدرسه. طب ليه جايب 3 اسئله عليه؟ 3 اسئله عن نفس الناتج إيه؟ بالظبط، احنا كلنا بنسال ليه. المشكله ان محدش رد، محدش جاوب. على لا احنا كمان في تقرير كان طلعه استاذ حسن محرم، طبعا هو خبير ماده الاحياء، كان طلعه وبعد كده حصل مشكله واتحذف. تمام. هو التقرير معانا على الشاشه. تمام. بالنسبه للتقرير ده عليه. ده اللي هو يعني ده بيوضح الاسئله اللي احنا لسه اتناقشنا فيها دلوقتي، وان هي خارج المنهج وخارج كتاب بالزبط. الوزاره. طيب جاء الاستاذ حسن، طبعا استاذ ليه مكانته العلميه وطبعا استاذنا كلنا، تحياتنا ليه. طيب. طبعا فلما شافوا التقرير ده تواصلوا مع الاستاذ حسن، وخلاص احنا هنحاول نصلح الخطا اللي موجود ده، ونحاول ان احنا نراجع ورقه الامتحان تاني والدنيا تبقى كويسه، بس احذف الايه التقرير ده. طب رجع ما فيش حاجه تمت. طبعا الاستاذ حسن استاء جدا من الموقف ده، وقال طبعاً ان أكيد. طبعا لان هو خايف على مصلحه الطالب، يعني على مصلحه ولي الامر، ان انت بتضيع تعب طلبه طول السنه تعبانين، وان هم عايزين يوصلوا لهدفهم، فانت بحاجه زي دي انت بتضيع كل اللي هو عمله. احنا ما عندناش مشكله ان هو يبقى جايب اسئله، ودايما متعودين على ده للطالب المتميز او متفوق قدراته اعلى. تمام. بس بيكون برضو اسئله من داخل كتاب الوزاره، ما تخرجش عن النص. الطالب لما هيجي راجع فعلا، لا هو السؤال ده يعني السؤال ده انت ربطت لي مثلا فصل وليكن الهرمونات مثلا بالدي ان ايه، فانت ربطت لي نقطتين
هو انا كطالب مش مذاكر المنهج كويس عمري ما هعرف اربطهم. طب انا كطالب مذاكر كويس هنا التميز بقى بالزبط. ان انت عرفت تميز الطالب المتفوق او المذاكر عن التاني، بس مش بالطريقه دي خالص. بالظبط، احنا كده ما خرجناش بره اطار المنهج اللي انت حاطته لي. لكن انت دلوقتي ده ودانا الكارثه اللي هي نقطه مهمه اتمنى ناخد بالها يعني في المستقبل منها، ان انت كمدرس هتبدا تحط منهج موازي. يعني ايه منهج موازي؟ الدفعه الجديده اللي داخله 2025، طيب انا كمدرس هعتمد او هاخد ده كمرجع بالنسبه لي، ان انا لما ابدا اضيف لك معلومات كتير واقول لك خلي بالك من المعلومه الفلانيه، وابدا اجيب لك معلومات كتير من بره المنهج، انت كطالب هتقول يا مستر هيدك كده ده مش مقرر عليا. طبعا طيب انت عندك حق، بس هبدا ان انا ارد عليك واقول لك ايه، راجع معايا امتحان السنه اللي فاتت في اسئله واحد واثنين وثلاثه جت من بره الايه المنهج. صح، فانت كطالب هتثق في المستر وخلاص، انا عارف المستر انت عايز مصلحته. طب قيس على كده بقيه المواد العلميه، الكيمياء الفيزياء، لو كل واحد فعلا حط منهج موازي اصبح الطالب عليه عبء كتير جدا، اللي هو انا هذاكر منهج الوزاره ولا المعلومات الزياده ولا التوقعات ولا كتير بالظبط. فاحنا المفروض نراعي نقطه زي دي. حابه اوضح للساده المشاهدين، هو اختيارنا لمستر عزت البنا هو من الناس موفق يعني ما شاء الله عليه، اللي كان توقعاته يعني يعتبر اللي هو قاله ده كله كان متوقعه للولاد بنسبه هنقول 70%. تمام يعني. ويكاد يكون يعني سواء في ازهري او في عام. تمام. توقعاته حتى ليه لايفات اللي هو اللايف اللي كان قبل الامتحان، وده اللي خلانا طبعا نتشرف ونستضيف حضرتك معانا النهارده، لان ده كان من الحاجات النادره اللي حصلت ان التوقعات اللي خارج المنهج ان يبقى حضرتك منوه عليها مع الطلبه. تمام، هو اول حاجه ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. تمام، لان ربنا بيقول لك وان ليس الانسان الا ما سعى وانا لنضيع اجر من احسن عمله. طيب فانت طول السنه يعني شغال مثلا مع الطلبه بمبدا ومنهج معين اللي هو خلي بالك من النقطه الفلانيه. مثلا كتاب الشرح او المنهج الاساسي تمام وزي الفل وحلينا عليه كويس، بس محتاجين نبص لابعد شويه اللي هو الاسئله اللي فيها افكار، اللي هو بحاول مثلا كل كتب الشرح او كل الفنيات اللي بتبقى موجوده فيها انها تبقى تكون تحت ايد الطالب. طب بالنسبه للتطبيق والحل، انا مش عايز الطالب يبدا يحل الاسئله السهله اللي هو يحس ان انا خلاص ضمنت الامتحان فيبدا الغرور يتملكه فخلاص انا بيرفكت في الماده دي اشوف غيرها بالظبط. لا، احنا بنراجع دايما اسئله تفكير، اسئله مستويات عليا. انت كطالب هتحس لا ان انا في نواقص لسه معايا في الماده، لسه حاسس ان في فعلا يعني حاجه. خلينا نقول ان حضرتك عامل الموازنه ما بين المادة العلمية وما بين التوقعات أو الإضافات اللي أنت بتضيفها للطالب، بحيث أن أنت خد بالك من النقطة دي ممكن تجيلك في الامتحان. هو ده بيكون يعني تراكمي اللي هو بالنسبة للمجهود اللي أنت عملته أو المعلومات الكتير اللي بتقولها، فطبيعي لما يجي حاجة منهم أنت أصلا نبهت عليها قبل كده. طيب ده ناتج إيه؟ فهيبقى اسمعها قبل كده. أنت اجتهدت مع الطالب وخليته ياخد باله مثلا من نقطة أو حاجة معينة ممكن هي تجيله في الامتحان، مثلا الطلبة اللي هو لعب بالألفاظ، دايما الطالب يتخمف السؤال سهل اللي هو يبص للسؤال كده مرة واحدة مستر الإجابة ألف، فاللي هو أنت لو قريت السؤال بالراحة مرة واثنين وثلاثة هي مش ألف خالص، فيبدأ الطالب فعلا ياخد باله أن حتى السؤال لو الظاهر بتاعه سهل لا هو في حاجة مخفية في السؤال ده، فخلاص هو اتعلم وتعود أنا داخل الامتحان مهيأ متوقع كل شيء. بالظبط هي دي صح. طيب إحنا طبعا في ظل الأزمة اللي حصلت في مادة الأحياء كنا متوقعين وعارفين أن هتكون نسبة النجاح فيه نسبة قليلة، ويعتبر هو فعلا طلع اقل نسبه نجاح في المواد كلها فعلا. يعني جالي اسئله من طلبه على البيج عندي ان بيقولوا لك في رأفه، فطبعا انا بتكلم احنا النسب نزلت خلاص، فخلاص ده كده النتيجه النهائيه ما فيش درجات رأفه هتتحط، فكنت حابه برضه حضرتك تاكد لنا على الموضوع ده ان خلاص كده ما فيش درجات رأفه هتتحط. طيب هو فعلا عشان بس ما يتصدموش يبقوا قاعدين بقى في خيال حالم ان انا هيجي لي رأفه او هياخدوا بالهم ان الازمه حصلت. قبل اي حاجه طبعا نتمنى لهم التوفيق طبعا، يا يعني رب. ان هو ان شاء الله الكلام كل ده يكون مخالف لتوقعاتنا، بس الوزاره صرحت ان نسب النجاح في المواد العلميه مثلا او كل المواد اللي هي نزلتها عندنا نسبه الاحياء 91% نسبه النجاح فيها، ودي اقل نسبه موجوده. اقل نسبه في يعني حتى كلها. الفيزياء طبعا عارفين البلبله اللي حصلت عليها وطلعوا اتكلموا عليها بس حصل رأفه فيها فعلا بالظبط، وقال لك ان الاسئله اللي حصل عليها خلاف هيتم اضافه درجاتها بالنسبه للطالب. صحيح. وخلاص واتحل الاشكال وبين ده وبين من النسب ان هي اتظبطت نسبه النجاح فعلا. فيها متخطيه ال 94%. طيب على عكس الأحياء اللي هو 91% فطبعا الدرجات فيها هتكون قليله. طيب احنا ليه بنعمل كده في الطلبه؟ يعني ليه اللي هو الطالب ماده علميه زي دي بتكلم في ماده تقريبا 16% من المجموع الكلي بالنسبه للطالب اعمل فيها كم الاخطاء ده، وان انا طالب مثلا مجهوده ممكن يكون الكليه اللي بيحلم بيها متوقفه على 1%، انا اصلا ضيعت له الحاجه دي
في ماده تكون سهل ان الطالب يقدر يتعامل معاها بشكل ايجابي. الماده التراكميه اللي بتاخده في اولى وفي ثانيه بتحتاجه في ثالثه، بس اللي هو ما نعملش في الطالب كده. فيعني بالنسبه لدرجات الرأفه وبالنسبه لده هو خلاص تم رصد الدرجات والنتيجه خلاص اعتمدت يعني ان هي هتطلع. طيب عايزين نعرف ما هي الاخطاء الشائعه التي يرتكبها الطلاب في الامتحانات؟ طيب بحكم خبره حضرتك بالنسبه للطلبه، يعني في نقطه برضو مهمه، الطالب لما بيحس ان هو حل اسئله كتير سهله تمام بيبدا داخل الامتحان، انا مش بقول لك تدخل متوتر بس ما تخشش ثقه زايده اللي هو انا هخش الامتحان انا هحل الامتحان. حصلت معاه كتير فعلا بالظبط. بص كده على ورقه الاسئله، الظاهر بتاع السؤال سهل 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 سهل، بتحل بتحل بتحل. طب انت ما اديتش نفسك فرصه تفكر، والغرور اللي جواك قال لك خلاص الدنيا تمام والماده معاك زي الفل، فدي نقطه بتوقع ناس كتير. صحيح. طيب النقطة التانية واللي بنبه عليها دايما، بلاش مراجعة بعد الامتحان. طيب خليني راجعت بعد الامتحان قدامي يعني طريقين، يا اما حاجة مثلا هتعكس عليها بالسلب اللي هو انا رجعت ولقيت نفسي ما وفقتش او ما حلتش كويس، هيبقى محبط لجميع. فبالتالي هبقى محبط فاجي اراجع المادة اللي بعدها لا ما عنديش قابلية ان اراجع المادة دي، فخلاص يبقى انا مش هراجع فبقيت الامتحانات خلاص كده. طيب انا رجعت فعلا ولقيت نفسي حلل كويس ومقفل المادة والدنيا تمام، ممكن يتملكوا الغرور برضه اللي هو طب ما انا قفلت الثقه زايده بقى. طب خلاص انا ممكن مثلا باقل مجهود اراجع الماده الجايه اللي هو ممكن في تاني امتحان يسيب خلاص مش مهم انا مقفل في اللي قبلها فعادي. طب هل انا ضامن بقيه الامتحانات يعني الاخر الامتحانات اللي ممكن يحصل معايا؟ لا طبعا. صحيح. فانت بتبقى عامل حساب نقطه زي دي، ما تراجعش انا خلاص المراجعه مش هتفيدني بشيء، انا خلاص سلمت ورقه وخلاص مش هنرجع في اي حاجه تاني. صحيح. فانا بركز في الماده اللي بعدها وخلاص يعني باخد بالي من نقطه زي دي بس. فدي اخطاء كتير الطلبه بتقع فيها يعني. طيب كلمني عن دور المعلم بشكل تربوي وكيفية التعامل مع الطلاب تحت تأثير الضغط والتوتر طيب هي النقطة دي مهمة جدا يعني، وحتى بالنسبة برضو للدفعة الجديدة اللي داخلين 2025 عشان أنا عارفة هم دلوقتي في حالة من الخوف والقلق الطلبة يعني شايف ردود فعل ما شاء الله، الطالب حاسس إنه داخل سجن اللي هو بقى ردود الفعل والسنة صعبة وان في مشاكل بتواجهنا وظل الازمات بقى اللي عاشها مع وشايف مع الدفعه اللي قبله بالظبط. ممكن يكون لي اخ مثلا في البيت في ثانويه عامه وهو عليه الدور مثلا في ثانويه، فبالتالي الموضوع بيسبب تشتت بالنسبه للطالب. صحيح. طيب انت كدورك كمعلم ايه؟ انت كمعلم بتقعد مع الطالب اكتر ما اهله بيقعدوا معاه. طيب دورك انت ايه مع الطالب؟ مبدئيا الطلبه كلهم الفروق الفرديه بينهم مش زي بعض، يعني انا عندي طالب مثلا بيستوعب اسرع، القدرات العقليه مثلا اعلى عن زمايله شويه. طيب في طالب ممكن يجي لك كاره الماده اصلا، ودي حصلت معايا كمثال على ارض الواقع، طالبه اللي هو اهلها ارغبوها انها تخش علمي تمام، ده طيب كان معانا مشاكل كتير كده فدخلت وما بتحبش اصلا ماده الاحياء مش عايزه علمي اصلا. طيب طب في ايه برضه يعني الموضوع ادى يعني كان هيوصل لكارثه اللي هو من كتر ضغط الاهل فاللي هو كان هيوصل للانتحار تمام. يا نهار ابيض. فدلوقتي الموضوع ان انت تقدر تعالجه ازاي؟ انا ممكن كمدرس او ان انا اتعامل كمدرس وطالب تتعامل ازاي اللي هو الطبيعي لو انا طبيعي اللي هو والله اللي بيني وبينك الماده العلميه ان انا حدها لك بكل امانه علميه وخلاص ده اللي مطالب مني، لكن لا انت في جانب انساني في جانب نفسي الطالب ده، انت مش الموضوع مادي بس او الموضوع ماده علميه بينك وبين الطالب أكيد. لا انا الطالب بتعامل معاه كاخ كبير بالنسبه له اللي هو طيب ايه اللي حصل؟ طب المشكله فين؟ طب نقدر نحلها ازاي؟ دايما يحس بدعم حتى لو هو مفتقد للدعم ده من الاهل، لا في حد تاني بيعوضه الدعم ده، يعني هو دايما واقف في ظهر الطالب، طب خلي بالك من الحاجه الفلانيه، طب انت اصلا بتكره الماده ليه؟ وبيبدا يسال نفسه فعلا انا بكرهها بسبب ضغط الاهل ولا انا فعلا مش حابب الماده؟ فتبدا تمسك المشكله الكبيره دي تفصصها يعني مشاكل صغيره وتبدا تحلهم كده واحده واحده. دور المعلم مهم جدا بالظبط اللي هو يعني احنا كلنا مرينا بالتجربه دي ان احنا كان لينا ماده معينه انا ما بحبهاش بسبب ان مدرس ما كرهني فيها. نفسيه الطالب دي اهم حاجه طبعا. والطالب لو حب المدرس خلاص هو كده حب الماده العلميه خلاص حب الماده وهتلاقيه بيديها يعني بكل طاقته. مثلا يعني لما بتعامل مع الطلبه طول السنه مثلا احس ان الطلبه في مرحله ضغط اللي هو مثلا بين الترمين مثلا طلاب اولى وثانيه وطالب ثالثه بيكون مثلا عدى فتره كبيره 5 شهور او 6 شهور كتير. من السنه سنه فحاسس كتير بضغط. طيب ممكن تقدر تعمل ايه؟ طب مثلا احنا ممكن نخرج يوم مع بعض يا اولاد رحله مثلا في اي مكان بتفصلها بالظبط تعال نغير جو، مفيش مستر بقى ولا انت طالب سيب الحاجه دي افصل منها يوم واحد تعال انبسط تعال نغير جو تعال نفك العلاقه بتكون فريندلي اكتر ما بينكو بيرجع يشحن باور تاني اللي هو يرجع صحيح. بطاقه خلاص لا انا تمام هرجع ابدا اكمل اللي انا عملته مش هحس ان انا داون. طيب في فرصه مثلا عيد تبدا تعيد على الطلاب تبدا ان انت دايما العلاقه تكون ودوده فالطالب يحبك فبالتالي هيحب الماده العلميه. عايزين نتكلم برضو على ازهري،
هي نتيجتهم طلعت طبعا، والف مبروك لكل اللي نجحوا، وهارد لك للي معاهم دور تاني، بالتوفيق للجميع يا رب. عايز اعرف هل امتحانات الازهري، حضرتك طبعا بتدي عام وازهري، فهل امتحانات الازهري بتكون اكثر صعوبه ولا اقل صعوبه؟ لا هي مش بنفس من الثانويه العامه، مش بنفس صعوبه الثانويه العامه. تمام، خلينا نقول برضو لا الامتحان هي بيجي فيه لكثره المواد اللي بياخدوها ممكن، بس فعلا الامتحان بيجي فيه اسئله، ما خليناش نقول مثلا الامتحان كله بيجي سهل، لا الامتحان بيجي فيه اسئله طبعا محتاجه تفكير، وفي اسئله صعبه، وبتقيس قدرات الفهم عند الطالب ده والحاجه اللي بياخدها طول السنه، بس ما بيبقاش فيه ضغط. بس نقطه الازهر دي يعني خلينا ننوه على نقطه مهمه كويس ان احنا اتكلمنا فيها. انت بتتكلم مثلا مقارنه بالارقام بين طلبه العام وطلبه الازهر، احنا عندنا كام طالب عام في مصر؟ 7,450,000 طالب ما شاء الله. طيب طلبة أزهر 156,000 طالب. ياما محدودين جدا. عشان كده الأنظار دايما متوجهة ناحية طلبة العام. طلبة العام حصل مشكلة، أيوة حصل حاجة في الامتحان، طب إيه يا أولاد؟ طب السوشيال ميديا، طب الناس مثلا، طب الناس تبدأ تتكلم عن طلبة العام. طب طالب الأزهر حتى لو جاله سؤال صعب، لو قابله مثلا مادة حس فيها بالظلم، هو خلاص عارف إن صوته مش مسموع، يعني أنا مهما اتكلمت فاحنا هو مش عشان مهمشينهم، بس لا مش هو تهميش، عشان خاطر العدد بس بالظبط. فاحنا يعني نسبه اقليه، يكون في رعايه اكتر بالنسبه للطلبه دول، نخلي بالنا منهم، اللي هو طيب بعد كل امتحان عملتوا ايه؟ طب كان في حاجه صعبه؟ نبدا ان احنا نوصل صوت طالب لو حس باي حاجه. عايزه اتكلم برضو في نقطه مهمه جدا كانت منتشره كده بقى لها فتره، مواقع تسريب الامتحانات والحاجات اللي بفلوس، وبلاقي الولاد يقول لك الامتحان اتسرب بس ب5,000، تعال نجمع مع بعض. شفنا مهازل حقيقي، مهازل. طب يعني كانت بتحصل في اعدادي وفي ثانوي، انا بتكلم في الموضوع ان جنرال يعني. خلينا في الثانوي مثلا، والموضوع ده حصل معايا شخصيا من طلبه، اللي هو مستر احنا خلاص الامتحان اتسرب. يا ابني مفيش الكلام ده، لا 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 ده احنا في صدمه تانية دي، ده فلوس وبتاع مش عارف ايه فلوس. تمام، واحنا لمينا من بعض كل واحد 1000. بيعملوا كده فعلا يا اولاد، مفيش حاجه تسريبات والكلام مهما تقول. فهو الطالب خلاص انا ايه عارف ان الماده اتسربت، وان في موقع معينه، وخلاص الدنيا تمام، ويبدا يركن الماده ويمسك الامتحان اللي هو متسرب ويدخل الامتحان. دي حقيقه. طيب يبدا يقرا الاسئله 1 2 3، هو لحد ما يوصل تمنياتنا بالتوفيق والنجاح، ومفيش ولا سؤال من اللي هو اتسرب. سؤال. طيب فين الاسئله اللي انت الطالب هنا بيخرج زعلان بسبب حاجه، يعني مفيش اسئله، والفلوس اللي دفعها يعني اللي هو طبعا. طيب ليه اصلا تحط نفسك في مأزق زي ده؟ يعني انا صحيح. اصلا لما انا اكون براجع طول السنه ماسك الماده بتاعتي كويس، متمكن منها، براجع دايما، حليت عليها كتير، انا خلاص سعيت. يعني انا دايما بقول للطالب اهو خليك طماع في السعي وارضى بالنتيجه، انت عملت اللي عليك، خلاص دخلت الامتحان، انا ذاكرت وعملت اللي عليا 100%، خلاص يعني صحيح نصيبك حتى. لا كمان حضرتك بتعمل حاجه لطيفه جدا شفتها، ان انت بتعمل لايف قبل الامتحان، يعني اللي هو اخر حاجه بيسمعها الطالب. يعني خلينا نوضح دي مشاهدينا قبل ما نختم، احنا يعني انك تبقى لايف مع الطالب قبل ما خلاص وهو داخل الامتحان، دي بالنسبه له كده انا بحس دي سبورت اصلا في حد ذاتها. هو يعني النقطه دي طبعا اللي هو كنت في الاول متردد، طب اعملها ولا لا، طب هل ده عيب على الطالب، لكن وصلت النقطه ان انا عملتها الاول مع الازهر لان امتحانهم كان قبل العام. طيب لايف اللي هو ليله الامتحان بعد صلاه الفجر ببدا مع الاولاد لحد ما عاد دخولهم الايه الامتحان. حلو طبعا. طيب جدا اللي هو ما تذاكرش، ما تذاكرش، ان خلاص انت داخل الامتحان احنا بس بنعمل ريفريش على دخولك الامتحان، خلي بالك في نقطه فلانيه، في معلومه مهمه، ممكن حاجه تقابلك، طب خلي بالك لو السؤال ده قابلك ممكن يطلب منك حاجه معينه. والحمد لله بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى في المرتين، سواء الازهر او العام، ربنا كرم، والنقط اللي كنا بنتكلم فيها في اللايف جت لطلبه. أيوة. عن الحمد لله بجد كان في اسئله كتير، والحوار مع حضرتك مش بيخلص بجد فعلا. لينا ان شاء الله حلقه تاني مع بعض نتكلم فيها مع الدفعه الجديده بقى باذن الله. بامر الله. تمنياتنا للتوفيق لكل اولادنا وبناتنا، وان شاء الله باذن الله تجنوا ثمار تعبكم لطول السنه. شكرا جدا لحضرتك، ونلتقي يوم السبت الجاي مع بطل جديد في ابطال مجله.